السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة نقدمها لكم لأبرز ما يدور في أروقة مجلسي الشورى والنواب بصورة تبين نشاط المجلسين. في حلقة هذا الأسبوع سوف نشاهد معا فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيسي مجلسي الشورى والنواب على هامش مشاركة معاليهما في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. رئيسة مجلس النواب تتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي. البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس الشورى وسام التميز العربي، وذلك تقديرا لدوره وإسهاماته المتميزة في العمل التشريعي. استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة صاحبي المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب والسيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى، وذلك على هامش مشاركة معاليهما في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي أقامه البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عدد من رؤساء البرلمانات الخليجية والعربية. ونقل معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب تحايا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات جلالته لجمهورية مصر العربية بدوام التقدم والنماء. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين وانطلاقا من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى تتمسك بالنهج القائم على التعاون والتضامن في إطار تعزيز الأخوة الإنسانية، وتجد أن تضامن الأمة العربية هو سلاحها الوحيد الذي يستطيع أن يقف سدا منيعا ضد كافة محاولات الاختراق الخارجي. رئيسة مجلس النواب نوهت إلى الحاجة الماسة لتعميق فكرة العمل بروح الفريق الواحد بين البرلمانات العربية وتنمية روح التضامن العربي المشترك. جاء ذلك خلال كلمتها ضمن أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي والذي يقام في العاصمة المصرية تحت عنوان التضامن العربي، مؤكدة أن التوسع في أطر التضامن العربي تزداد أهميته في ظل ما يشهده أكثر من بلد عربي شقيق من تطورات مفصلية يتصل بأمنه واستقراره ووحدته إلى جانب التحديات التنموية. وأشارت معاليها إلى ضرورة تعميق روح التعاون والتضامن العربي إزاء الممارسات الإرهابية التي تستهدف الإخلال بالأمن العربي والتي تقوم بها ميليشيا الحوثي، حيث دأبت على توجيه هجماتها الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت والممتلكات جراء هذه الهجمات، داعية إلى تسجيل موقف موحد إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في أكثر من دولة عربية ومحاولاتها المستمرة للإخلال بأمن واستقرار المنطقة. تسلمت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلفا لمعالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وجرت مراسم انتقال الرئاسة ضمن جلسة أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تتولى معالي رئيسة مجلس النواب الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني. بالنسبة لانتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى مملكة البحرين، بالنسبة لنا ككويتيين ولي كرئيس لمجلس الأمة الكويتي، اعتبر انتقال إلى الكويت، متمنيا للأخت الفاضلة فوزية زينل كل التوفيق في قيادة الاتحاد البرلماني العربي، وهي قادرة على ذلك ولديها كفاءة أثبتتها خلال الفترة الماضية، كما للبرلمان في مملكة البحرين ومملكة البحرين بشكل عام قدرات سبق وأن أثبتتها في العديد من المناسبات والأحداث السابقة. أنا واثق كل الثقة من نجاح مملكة البحرين وبرلمانها في قيادة الاتحاد البرلماني العربي
في ظل الأمواج العاتية والمتلاطمة والتحديات الخارجية الكثيرة التي نواجهها، لأن ثقتي راسخة بإن شاء الله تقود الاتحاد لبر الأمان وننجح في مواجهة كل هذه التحديات الخارجية وننجح في تكريس وتثبيت التضامن العربي المنشود. طبعا نحن اليوم موجودين في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي لنحتفل بتسليم الرئاسة من دولة الإمارات الشقيقة لمملكة البحرين، ونتطلع إن شاء الله للمرحلة القادمة، خاصة وأن معالي الرئيسة سيدة وهي من أيضا أحد الدول الخليج الشقيقة، فلدينا تطلعات كبيرة إن شاء الله أنها ستضع المرأة العربية والخليجية على الخارطة، وستكون لها إن شاء الله إسهامات وإضافات نوعية بإذن الله في عمل البرلمان. كل التوفيق لدولة البحرين الشقيقة وتهانينا. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية أهمية التضامن والتعاون العربي في هذه المرحلة لتجاوز كافة التحديات والصعوبات، مؤكدة أن مملكة البحرين واستنارة بالرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تضع فكرة التضامن وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية أولوية تحقيقا لآمال وطموحات الشعوب ودفاعا عن مقدرات ومصالح الأمة العربية. جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في اللقاء التشاوري لأصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية على هامش أعمال الدورة 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في القاهرة، مؤكدة معاليها أهمية توظيف المواقف البرلمانية في دعم أمن واستقرار المنطقة، وأحث المجتمع البرلماني الدولي لإيجاد تحرك جاد لمواجهة كل ما يهدد سلامة وأمن واستقرار المنطقة. شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس التشريعية والبرلمانات العربية والذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة تحت شعار دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي. وتناولت الكلمة التي قدمتها معالي رئيسة مجلس النواب التأكيد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته السامية السديدة والثاقبة تضع دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أولوياتها الثابتة والراسخة. وتطرقت معاليها إلى أن مملكة البحرين تعمل دائما على تعزيز مسارات التعاون مع الدول العربية الشقيقة وتوحيد الرؤى المشتركة والاستراتيجيات الداعمة للتضامن العربي، سعيا لتجاوز كافة التحديات وخلق الفرص والاستثمارات النوعية والتعامل الفاعل مع التطورات والمستجدات وفق رؤية حضارية عصرية متطورة تساير المستقبل ومتطلباته. وأكدت زينل على أن مجلس النواب في مملكة البحرين يمضي قدما في توظيف أدوات المنظومة التشريعية التي تشهد تقدما متناميا بالعمل مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بإسهامات المجالس في دعم جهود التنمية ومواجهة كافة التحديات وتطوير آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب في منطقة أكثر استقرارا وأمنا وتقدما وازدهارا وضمان المستقبل الأمثل للأجيال القادمة. بارك معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى لمعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة تسلمها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، وذلك خلال انعقاد المؤتمر 32 للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدا أن رئاسة معاليها للاتحاد البرلماني العربي يعد نجاحا جديدا لمسيرة المرأة البحرينية وما تحققه من إنجازات على المستويات كافة وخصوصا في العمل التشريعي. أعلن البرلمان العربي عن تكريم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومنحه وسام التميز العربي، وذلك تقديرا لدوره وإسهاماته المتميزة في العمل التشريعي، حيث منح السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وسام التميز العربي لمعالي رئيس مجلس الشورى ضمن أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي بالقاهرة. وأعرب الصالح عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمسيرة الوطنية لمجلس الشورى، مشيدا بجهود البرلمان العربي ورئيسه.
وفي بحث ومناقشة الموضوعات التي تحظى باهتمام البرلمانات العربية الأخرى. وبدوره أشاد رئيس البرلمان العربي بدور ومسيرة رئيس مجلس الشورى الحافلة بالعطاء الوطني والإنجازات، لافتا إلى أنه قامة وطنية تفخر بها مملكة البحرين. هذا وبعثت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة منح وسام التميز البرلماني من البرلمان العربي، مشيدة بدور وإسهامات معالي رئيس مجلس الشورى في دعم العمل البرلماني الوطني والعربي، مشيدة معاليها بالجهود التي قام بها معالي رئيس مجلس الشورى في مسار العمل الوطني وما أولاه من عطاء لسنوات في إطار العمل التشريعي، سعيا لبلوغ الغايات الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بدوره أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن نهج مملكة البحرين الراسخ يقوم على دعم كافة أشكال التعاون والتضامن العربي المشترك، وهو الأمر الذي يعد انعكاسا لرؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه المتمثلة في مساندة الجهود العربية والنهوض بالعمل العربي المشترك. جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في انطلاق أعمال مؤتمر البرلمان العربي الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار أحد المحاور المهمة التي يلتقي حولها المؤتمر، وأن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ومؤازرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجهود سموه الحثيثة تدعم وتساند كل جهود ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. وأكد معاليه إدانة واستنكار ما قامت به ميليشيا الحوثي من أعمال إرهابية واعتداءات على الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى مواصلة توحيد الجهود العربية في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. إن نهج مملكة البحرين يقوم على دعم كافة أشكال التعاون والتضامن العربي، وهو الأمر الذي يعد انعكاسا لرؤية عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتمثلة في مساندة الجهود العربية والنهوض بالعمل العربي المشترك لصالح أمن واستقرار الدول العربية، كما أن المملكة حريصة كل الحرص على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية كافة، وانطلاقا مما يجمع دولنا العربية من روابط أخوية تقوم على وحدة المصير، فإننا ندعو من خلال هذا المؤتمر إلى التأكيد على موقف دولنا العربية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين، واستنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي الختام نؤكد تعاضدنا وتماسكنا في المضي نحو استدامة تطوير وتحديث منظومة تشريعاتنا العربية الداعمة لتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة. خلال اجتماع معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على هامش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الاهتمام والحرص المتواصل على تعزيز التعاون البرلماني بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يساند الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالعلاقات البحرينية المصرية التي تحظى بدعم ومساندة في كافة المجالات.
أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن تهنئته لكل من سعادة الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بمناسبة تسلمها جائزة التميز البرلماني للعام 2020 عن فئة عضو البرلمان من الاتحاد البرلماني العربي، وإلى سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، وذلك بمناسبة فوزها بجائزة التميز البرلماني للعام 2021 عن فئة عضو البرلمان. كما تقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالتهنئة لسعادة الدكتورة فاطمة الكهجي عضو مجلس الشورى بمناسبة انتخابها رئيسا للجنة شؤون المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي، وذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة ضمن أعمال المؤتمر 32 للاتحاد التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب بعمق أواصر الأخوة التاريخية والاستراتيجية المتميزة والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تقدم مضطرد في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه. بعثت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية والذي يوافق 22 من فبراير من كل عام، مؤكدة عمق العلاقات البحرينية السعودية الاستراتيجية الوثيقة وما تشهده من روابط أخوية رفيعة وتعاون متميز في كافة المسارات التنموية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه. بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية المباركة يوم التأسيس الذي يصادف 22 من شهر فبراير كل عام، معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتقدم مستدام في ظل قيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها. أكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خلال ترأسه أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أهمية المؤتمر كونه ينعقد في وقت بالغ الأهمية في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجهها، مشددا على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التصدي لهذه التحديات. إن إلقاء نظرة عامة على خريطة الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقتنا العربية في اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال ولبنان تكشف لنا حجم المأساة التي تعيشها أمتنا العربية في الوقت الراهن والتي أدت إلى تحويل الملايين من أبنائنا إلى نازحين داخل بلدانهم ولاجئين في الدول الأخرى فضلاً عن استمرار نزيف الدم العربي دون توقف على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي تجد في استمرار هذه الأزمات بيئة خصبة لنشر فكرها المتطرف وتوسيع نطاق عملياتها الإرهابية. ولا شك في أن تدخلات بعض الأطراف الإقليمية والدولية في هذه الأزمات تفاقم منها وتتسبب في إطالة أمدها دون حل، ولعلكم تتفقون معي أن خطورة هذه التدخلات المرفوضة لا تكمن فقط
في أنها استباحت سيادة بعض الدول العربية واستحلت مقدرات وثروات شعوبها، ولكنها تعمل أيضا على تفكيك نسيج المجتمعات داخل هذه الدول وزرع بذور الفرقة والانقسام بين مواطنيها على أساس الدين أو المذهب. أكد سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ممثل الشعب البرلمانية لمملكة البحرين حرص مملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا وبتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز وتفعيل جهود العمل البرلماني العربي المشترك من خلال التنسيق المشترك بين البرلمانات العربية لبناء تصورات وبدائل وبرامج برلمانية عربية موحدة لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. شاركت الشعبة البرلمانية بحضور أصحاب السعادة النائب محمود البحراني والنائب عيسى القاضي في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد البرلماني العربي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة وعدة تقارير حول الموازنات العامة للاتحاد خلال السنتين الماضيتين والسنة المالية القادمة وإعداد مشاريع القرارات المالية والاقتصادية المعروضة على اللجنة. في إنجاز برلماني بحريني جديد، انتخب الاتحاد البرلماني العربي الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية البحرينية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة تحت عنوان التضامن العربي. وخلال اجتماع لجنة المرأة تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة من خلال وضع خطة لعمل واضح، وبالإضافة إلى مناقشة موضوع المؤتمر البرلماني العربي الخاص حول تفعيل دور المرأة العربية. أعرب سعادة النائب عيسى القاضي عن بالغ الفخر والاعتزاز بمناسبة تسلمه جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي في ختام اجتماعاته المنعقدة في القاهرة وبحضور وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب. وبهذه المناسبة أوضح القاضي أنه يتشرف بإهداء الجائزة البرلمانية العربية إلى جلالة العاهل المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن كل الإنجازات البحرينية ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم العظيم من القيادة الحكيمة حفظها الله. وأضاف القاضي أن هذه الجائزة البرلمانية تضاف لسجل الإنجازات الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين وما يقوم به مجلس النواب من أعمال نيابية تشريعية ورقابية تهدف في المقام الأول لمصلحة الوطن والمواطنين والارتقاء بمسيرة العمل الوطني. منح الاتحاد البرلماني العربي سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي جائزة التميز البرلماني للفئة الثانية عضو برلمان التي ينظمها الاتحاد للعام 2021، وذلك ضمن أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد مؤخرا في القاهرة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى. أولا نبارك لك بداية سعادة الدكتورة جهاد الفاضل حصولك على هذه الجائزة، ولا شك أن هذه الجائزة تعكس نجاح مملكة البحرين في أن تكون نموذج برلماني عربي متقدم ومتميز. نود أن نتعرف من خلالكم دكتورة على ما تمثله هذه الجائزة من أهمية على المستوى البرلماني العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة وعلى هذه التهنئة الكريمة. طبعا لله الحمد هذه الجائزة جائزة التميز العربي البرلماني العربي تتميز أنها تأتي أو تمنح من أعرق مؤسسة برلمانية عربية. الاتحاد البرلماني العربي كما تعلمون تأسس منذ العام 1974، وهذه الجائزة جاءت بعد دراسة لملفات وأنشطة شخصيات برلمانية عديدة
سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. وحقيقة تمثل هذه الجائزة مفتاح لتعزيز التواصل البرلماني العربي، خاصة أن من حصل عليها منذ إطلاقها شخصيات برلمانية مخضرمة أو معروفة أو لها نشاط برلماني بارز. نعم. أما بالنسبة عن سؤالك أختي الكريمة عما تشكله هذه الجائزة لي أو للمرأة البحرينية، طبعا هذه الجائزة تأتي استمرار لحصيلة النجاح اللي تحققه السلطة التشريعية البحرينية، واللي تحظى بكل الرعاية والاهتمام من لدن جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، وما تمثله المرأة من مكانة في مسيرة التقدم البحرينية. فالمرأة البرلمانية بفضل الله سبحانه استطاعت أن تتولى المراكز المتقدمة سواء في المجلس أو من خلال العضويات الخارجية، وصولا لإحراز الجوائز اللي طبعا تعكس نجاح النموذج التشريعي البحريني كصوت وطني وشعبي. نعم. طيب دكتورة، بالحديث عن المرأة البرلمانية البحرينية تحديدا، كيف تنظرون إلى دورها على صعيد الدبلوماسية البرلمانية وإبراز مسيرة العمل التشريعي في المملكة؟ طبعا الدبلوماسية البرلمانية بشكل عام تعتبر العمق لدبلوماسية الدولة. هذا الأمر يعني لمسته شخصيا وبوضوح من خلال مشاركاتي البرلمانية الخارجية. فالصوت البرلماني يعني يحصل على صدى مناسب وصدى طيب في المحافل الخارجية، ويكون للمرأة دور فاعل ومؤشر في الدبلوماسية البرلمانية من خلال يعني أنشطتها، اللي يجب ألا تتغير هذه الأنشطة سواء تحت قبة البرلمان أو في داخل اللجان أو في المحافل الخارجية. أنا شخصياً على قناعة أن كل عضو بالسلطة التشريعية إن كان رجلاً أم امرأة هو سفير لبلاده عند أي مشاركة برلمانية خارجية، وهي فرصة مستمرة لكل عضو للإشارة إلى مسيرة النجاح البحرينية واللي جاءت من ثمار الميثاق بتشكيل المؤسسات الدستورية وبروز نشاط السلطة التشريعية بشكل أكبر، وأيضا بروز دور المرأة البرلمانية بشكل أيضا كبير من خلال الاختصاصات الدستورية التشريعية. نعم. سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. وعلى صعيد متصل، تسلمت سعادة المحامية دلال جاسم زايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي عن فئة عضو البرلمان للعام 2020. وأبدت زايد اعتزازها بهذا التكريم الذي يعد إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين، والتي تمضي بخطى ثابتة ضمن مسارات العمل الديمقراطي وتطوير الأنظمة والتشريعات للنهوض بالمزيد من المنجزات والمكتسبات للوطن والمواطن. شاركت سعادة المحامية دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي في اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة في البرلمان العربي برئاسة معالي الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس اللجنة، وذلك بمقر البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة، والمنعقد ضمن أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وبحثت اللجنة مسودة اقتراحات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والمتعلقة بإعداد قانون استرشادي بشأن سلامة الغذاء والدواء، والتي تأتي تنفيذا لخطة عمل اللجنة فيما يخص ببند إعداد القوانين والرؤى الاسترشادية. شارك المستشار راشد بنجمة أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى في أعمال الجمعية 39 لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتضمن اجتماع الجمعية الموافقة على تجديد الثقة في منصب الأمين العام لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية والمصادقة على مشروع الميزانية العامة للسنة المالية
المالية 2022 واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2021، فيما جرى انتخاب رئيس الجمعية ونائب له، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية. برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح أمس جلسته 21 من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس. وفي بداية الجلسة تقدمت معالي رئيسة مجلس النواب بأسماء آيات التهاني وعظيم التبركات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس السعودي باعتباره تاريخ عريق لنهضة رائدة، ومؤكدة معاليها عمق العلاقات البحرينية السعودية التاريخية الوطيدة والاستراتيجية الوثيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربة معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تنسيق وتكامل وتعاون متميز في كافة المسارات التنموية في ظل جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب بأن المجلس عرض في بداية جلسته ردود الوزارية على الأسئلة النيابية، كما ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون، ثم ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات بقانون، وقرر إحالة ثلاثة مشاريع بقانون إلى مجلس الشورى واقتراحين بقانون إلى الحكومة الموقرة. رأس سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 18 للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول عدة مراسيم بقانون. في بداية جلسته ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر عام 2020 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على التقارير على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة. كما قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر عام 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة. ناقشت اللجنة الحسابات بصفة تفصيلية مع الجهات المعنية وبالذات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث استمعت إلى آراء الوزارة حول بعض الاستفسارات والأسئلة المطروحة واستلمت الأجوبة شفويا وكتابيا حول الاستفسارات المقدمة. وفي نهاية الجلسة قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير الاقتراح بقانون بتعديل المادة 465 من قانون التجارة الصادر، وتمت إحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع بقانون. جاء هذا المقترح بتعديل المادة 465 من قانون التجارة المتعلقة بتداول الشيكات، والذي بموجبه يتمكن البنك المسحوب عليه الشيك بصرف المبلغ المتوفر في حساب صاحب الشيك إذا طلب
المستفيد ذلك والتأشير على الشيك بالمبلغ المتبقي. جميع الحقوق القانونية مكفولة بالمبلغ المتبقي. اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ناقشت هذا المقترح ولله الحمد تمت الموافقة عليه. كانت جلسة مجلس الشورى 18 جلسة حافلة، حيث تم الرد على عدة أسئلة والأخذ بالرأي النهائي على مشروعي بقانون، وأيضا مناقشة عدة تقارير ليستكمل مجلس الشورى سلسلة العمل الدؤوب في شتى المجالات. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. يتشرف مجلس النواب بأن يتقدم بأسم آيات التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس السعودي، باعتباره مرحلة مضيئة لتاريخ وحاضر ومستقبل المنطقة، ومؤكدا المجلس عمق العلاقات البحرينية السعودية التاريخية العريقة والروابط الأخوية الرفيعة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه. يعرب مجلس النواب عن تضامنه مع مسلمي عدد من الولايات في جمهورية الهند إزاء ما يتعرضون له من انتهاك للحقوق تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومنها منع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب وممارسات غير إنسانية تتنافى مع احترام التعددية الدينية وحق الناس في التمسك بمعتقداتهم وممارسة عباداتهم التي كفلها القانون وكافة الشرائع السماوية دون تمييز أو تضييق. عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها 17 في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على مشروع قانون بشأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية بإجماع الحاضرين. عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من مجلس النواب اجتماعها 19 في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، ويعد وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وخطاب عضو مجلس الشورى السيد درويش المناعي وردود كل من الجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية الجمعية البحرينية للشركات العائلية، ارتأت اللجنة تكليف المستشار القانوني بإعادة صياغة ما تم استلامه من ملاحظات خلال أسبوعين. عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها 12 في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة الداخلية ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل لطلب مزيد من المعلومات والإيضاحات.
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب باجتماعها 19 في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري. وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بإنشاء مركز ثقافي وفني واجتماعي بقرية المعامير، وارتأت اللجنة مخاطبة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة وهيئة البحرين للثقافة والآثار ومجلس أمانة العاصمة للاطلاع على مرئياتهم بشأن الاقتراح برغبة. عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب اجتماعها 13 في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب إبراهيم النفيعي. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توطين الوظائف التي تتطلب التخصصات الآتية: القانون والإعلام والاجتماع والشريعة وأطباء الأسنان لخريجي الجامعات من البحرينيين فقط، على أن يكون التوطين لمدة سنتين. وقررت لجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب اجتماعها 13 في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب. وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة جداول تحليلية حول ردود المعلومات التي تم استلامها من قبل الجهات المعنية، كما وعرضت اللجنة جدول يوضح المعلومات التي لم يتم استلامها من قبل الجهات المعنية. عقدت لجان مجلس الشورى عددا من الاجتماعات التي ناقشت خلالها حزمة من المراسيم والاقتراحات والمشاريع بقوانين. وقد التقت في اجتماعاتها بعدد من المسؤولين والمعنيين في وزارات وهيئات الدولة المختلفة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص التشريعات المثلة للبحث والدراسة. حيث بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة العضو عادل معودة نائب رئيس اللجنة المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة سعادة السيد فيصل النعيمي رئيس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون المثل الذي يخلو من معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحظور من زيارته، وذلك من خلال تصدي نص جنائي لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين مستحق رؤية المحظور من زيارته ورؤيته. بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد المصقدي مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون بشأن احتياط الأجيال القادمة. ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، وناقشت المرسوم بقانون بشأن سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم. واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة من مجلس الشورى في اجتماعها عن بعد برئاسة سعادة الدكتور محمد علي مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة. شارك سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى في عضو البرلمان العربي في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقريرا مفصلا للتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي. وواصلت اللجنة في ذات الاجتماع بحث محاور إعداد قانوني الاسترشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيار الدرونز في العالم العربي، والمتضمن وضع ضوابط وقواعد قانونية تقنن استخدام هذا النوع من الطائرات داخل الدول العربية. خلال مشاركة سعادة السيد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وسعادة العضو الدرويش أحمد المناعي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في حفل تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجية وخطة عملها للأعوام من 2022 إلى 2025، أشاد الحداد بتدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجية وخطة عملها لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. شارك سعادة السيد رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وسعادة الدكتور بسام بن محمد عضو اللجنة في الندوة الافتراضية التي أقامتها الشبكة البرلمانية الدولية بالتعاون مع البنك الدولي حول الندوة التعريفية بهيكل مجموعة البنك الدولي وعملياتها ونتائجها وتحدياتها وأولوياتها، حيث تحدث في الندوة عدد من المتحدثين رفيعي المستوى في البنك الدولي وشارك عدد كبير من أعضاء الشبكة البرلمانية. تقدم سعادة النائب محمد السيسي البوعينين بسؤال برلماني إلى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الموقر، والذي جاء فيه بالإشارة إلى المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61 والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 6 لسنة 71، ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية لتنظيم لقاءات السفراء ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مملكة البحرين بالأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة والجمعيات والأندية الأهلية والثقافية؟ هنأ سعادة المستشار راشد محمد بن نجم الأمين العام لمجلس النواب معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة تسلمها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، والذي يعد إنجازا بحرينيا متقدما في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. استقبل مجلس النواب وفد من موظفي مجلسي النواب وشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمن زيارة يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، حيث طلع الوفد على التجربة التشريعية والبرلمانية البحرينية من خلال عرض فيديو تعريفي حول إنجازات مجلسي النواب وخدمته المتقدمة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة وأثرها الإيجابي في مختلف المجالات ولا سيما التشريعية والرقابية. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء تكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.